اليوتيوبرز بيربحوا مبالغ خيالية. بتتفق هي وزوجة، زوجي حيطلقني وطردني من البيت، ما بيستاهلوا ابدا انكم تتابعوه. مساء الخير، اهلا يا حلوين، ان شاء الله تكونون بخير. امل شغلي لي الضو، شغلي لي الضو، الله الله شغلي لي الضو. شوفي 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 راسي، شوفي راسي شلون بيبينون. كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. ولي امل مثل النينجا، ليكو انا هاي شلون الناس لون امل مثل النينجا، بدها تبين انه هي على اساس انه هي على اساس ماي جاد قصيره. لا انا اصلا ماني طويله. خلينا نفوت على الغرفه مشان ايه بدي ورجيكم لبستي. فيك تطفي هداك الضوء اذا بدك. تيار ححطكم هون. اوبا امل حاطه هون دائما لابتوب امل، يعني دائما دائما، وانا خزانتي مفتوحه. بدي اورجيكم لبستي، هاي هي زي ما بتشوفوا، ولبست هاي الترينر ويا اليوم هيك، يعني اللبس سبور، فهمتوا شلون؟ عندنا حراره اليوم مو كثير، يعني ما بكذب عليكم بقول لكم انه كثير كثير، يعني 28 درجه في الحراره، وقعدنا لبعد مغرب وهلا طالعين بنتعشى برا وهيك، يعني حاخذكم معي. هاي امول. هاي. هلا وصلنا ونزلنا و في زحمه، في زحمه وعجقه، يعني ما بعرف شو بدي اقول. عم شوف امل يعني شلون هيك مطلع فيني. انا شكلي غريب؟ لا دايما شكلي غريب. انا شكلي دايما شكلك غريب، دايما شكلك غريب. ليكو الكورنيش يا جماعه، شايفين شلون فتحت المقاهي والناس هيك ماشيه. مرحبا، صورت ستوري على الانستغرام وعنزلها هلا. عم تسمع للعالم ولا لا؟ والله ما بعرف. حبيت ورجيكم الاجواء عندنا، شفتوا شلون الاجواء؟ شو رايك امل بالاجواء؟ فكره كلب يا جماعه، انا بخاف من الكلاب كمان. يا امل خايفه من دمها، يعني مو بس يعني من صرصور، من كل شيء هي خايفه يعني. عندي فوبيا من الصراصير والكلاب وكل الحيوانات، النحل كمان هيك، بعد الحشرات كمان عندي. اوكي من كل شيء. صباح الخير، هاي كيفكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. امبارح طلعت وتعشينا على برا هيك انا ووالدي واختي، قضينا سهره حلوه، بعدين رجعت وقفت الفلوج، قلت لاكملكم اياها اليوم. هلا يا جماعه، يلي مهتم انه يصير يوتيوبر يفتح قناه، يلي مهتم انه يعرف عن حياه اليوتيوب وحياه اليوتيوبرز ويعرف كواليس اليوتيوب، قديش بيربحوا اليوتيوبرز، كل هاي الشغلات، يكفي معي الفيديو للاخر لانه حتكون فيه معلومات مهمه وشغلات مهمه. سو حابلش باول شغله. لاي شخص بده يبلش في اليوتيوب لازم تكون مستعد وعندك قوه شخصيه وواثق في حالك، لانه هذا الميدان فيه ايجابيات فيه سلبيات. من بين السلبيات تبعه انك بتكون معروض او يعني هيك مفتوح لكل العالم، فتتعرض للمسبات، بيسبوك بيسبوا اهلك، تتعرض للتنمر ولكثير شغلات ثانيه انتم بتعرفوها. انا لما بلشت صراحه اكيد تعرضت له، هلا بتعرض للتنمر وهيك، بس الحمد لله ما تقطرت، الحمد لله شخصيتي قويه، وهلا خلص مع التجربه والخبره فصار الموضوع جد عادي، بقرا التعليق يعني بتضحك عليه جد عادي. بس في ناس بيتقطروا، فلازم تكون عندكم قوه شخصيه ولا تهتموا ابدا، لانه زي ما عندكم ناس بيكرهوكم وبيسبوكم، في كمان ناس بيحبوكم، وارضاء الجميع غايه لا تدرك، مستحيل ترضي جميع الناس، والحمد لله انا عندي حبايب شيباء اكثر من الناس يلي هيك بيسبوني وبيكرهوني. هاي شغله. الشغله الثانيه، لازم تكون مستعد ومجهز حالك لخيبات الامل. الامل يعني حتتعرض لكثير خيبات امل، حتفشل، حتنزل فيديو فيديوين ثلاث فيديوهات حيفشلوا، ما حيعرفوك العالم، حتتعب على فيديو وتنزله وما يجيب مشاهدات، فلازم تتعرض لخيبات الامل، مو خلص يعني فشلت في شغله انا فاشل وانسى الموضوع، لا بدك تعيد وتعيد وتعيد وتعيد.
فلا هيك النقطة المهمة هي انه لازم تحب الشيء اللي انت عم تعمله، لانه في ناس ما بيحبوا اليوتيوب، اليوتيوب بس بيشوفوا اليوتيوبرز، واو اليوتيوبرز عندهم مصاري، خلونا خلص نفتح اليوتيوب ونحن كمان نجيب المصاري، ومفكرين انه مهنة اليوتيوب سهلة. شو عم يعمل هذا؟ هذا بس عم يصور ونزل فيديو. لا لا، ما عم نصور، عم ننزل فيديو. في فكرة، في اعداد، واهم شيء الالتزام. ومن بين الشغلات اللي هلا قلت لكم الحب، والشغلات اللي بعدها الالتزام والاستمرارية والصبر. لازم تكون صبور، تستمر وتلتزم، مو انه بتنزل فيديو اسبوع وبتغيب 3 اسابيع. لازم تكون دائما مع المتابعين وتعطيهم الحب وتعطيهم الفيديوهات كرمال هم كمان يعطوك الحب ويعطوك الاهتمام والتفاعل. هاي شغلة. وهلا مشان المصاري. لانه خلص فتحنا اليوتيوب بدنا مصاري. المصاري في اليوتيوب ما حكذب عليكم وما ححكي لكم انه ما في مصاري، وكمان ما حكذب عليكم وححكي لكم انه في مصاري، في وما في. شلون؟ الناس مفكرين انه اليوتيوبرز بيربحوا مبالغ خياليه، يعني كل اليوتيوبرز هذا واو هذا واو. لا، في بعض اليوتيوبرز بيربحوا مبالغ خياليه، وفي بيربحوا مبالغ وسط، وفي اللي ما بيربح اصلا ولا شيء. بالنسبه لليوتيوبرز اللي بيربحوا فوق $10,000 بالشهر، واللي هاي المبالغ الخياليه، عم بحكي هلا بين قوسين عن اليوتيوب العربي، ما بحكي عن اليوتيوب الاجنبي لانه بيختلف عن اليوتيوب العربي ونظامه غير، عم بحكي عن اليوتيوب العربي. في يوتيوبرز في اليوتيوب العربي بيربحوا اكثر من $10,000، وفي عندهم مبالغ خياليه وشغلات. وكمان بين قوسين انا بحكي عن ارباح اليوتيوب من يعني ارباح اليوتيوب من الفيديوهات، مو الاشهارات واعلانات الانستغرام هذول، لانه في مصادر دخل تانية ما بحكي عنهم، بحكي عن الفيديوهات وارباحها. في يوتيوبرز عندنا في العالم العربي بيربحوا مبالغ خياليه زي ما قلت لكم، بس هم بشي خمسة اشخاص يعدون على اطراف الاصابع، يعني قلال كتير. وفي يوتيوبرز بيربحوا بس $50 بالشهر، يعني حتى ما بيوصلوا حتى $100. يعني في هيك وفي هيك. المصاري شلون بتنربح في اليوتيوب، وشلون الارباح، وشلون هيك، في اختلافات، والشغلة معقدة يا جماعة. يعني وقد ما قعدت في هذا الميدان، يعني انا هلا تقريبا صار لي 4 سنين ولسه عم بتعلم وبتعلم، لانه النظام هيك شوي معقد. الارباح بتيجي عن طريق المشاهدات، على حسب عدد المشاهدات، هي الشغله. الشغله الثانيه على حسب السي بي ام او النقره، نقره الشخص من اي بلد بيتابعك. مثلا نقره الشخص الخليجي اللي بيتابعك من الخليج مو مثل نقره الشخص اللي من شمال افريقيا. هعطيكم مثال، مثلا في يوتيوبرز شمال افريقيا عم يتابعوه متابعين من شمال افريقيا، وفي يوتيوبر خليجي بيتابعوه يوتيوبر خليجيين، تمام؟ هذا جاب 1000 مشاهدة والثاني جاب 1000 مشاهدة، الخليجي حيربح اكثر من شمال افريقيا. فمشان تعرفوا انه في فرق بهي الشغلات، في فرق في مده الفيديو، اذا كان الفيديو طويل قصير، مده المشاهده. مثلا في ناس بتفوت على الفيديو تبعك لمده 3 ثواني او 30 ثانيه وبتطلع، هاي ما بتنحسب ربح، فيعني ما بيكون الربح فيها هالمشاهده. في ناس بتتابع الفيديو، في ناس بتتابع بس نص الفيديو، في ناس هيك يعني بتعمل سكيب 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 للاخر. ففي كتير شغلات، النظام معقد. هحكي لكم هلا عن اليوتيوبرز هون في المغرب، لانه انا من المغرب، عايشه في المغرب. هحكي لكم عن اليوتيوبرز هون اللي في المغرب، يلي مثلا ادي، يلي يعني عم بحكي عن اليوتيوبرز الكبار يلي عندهم اكثر من 500,000 مشترك، ويلي عندهم اكثر من 100,000 مشاهدة باليوم. ما عم بحكي عن اليوتيوبر اللي بيجيب 20,000 30,000، هاد ربحه جد 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 قليل. عم بحكي عن اليوتيوبرز اللي هيك متوسطين يعني وتمام امورهم. هادو الراتب تبعهم بيكون يعني مثل راتب احسن وظيفة هون في المغرب، يعني الحمد لله راتب تمام، يعني مو انه راتب مو تمام، راتب تمام، هي مهنة، بس مو المبالغ الخيالية اللي مفكرين الناس. المبالغ الخيالية عند 5 يوتيوبرز او 6 يوتيوبرز هون في العالم العربي. فأنا حكيت لكم عن المشاهدات، وحكيت لكم عن الارباح وهيك. اهم شيء انه هالارباح يا جماعه ما بتجي بين عشيه وضحاها، وما بتجي هيك، لا، ممكن سنه، ممكن سنين، ممكن 3 شهور، بس قليل. يعني اللي بثلاث شهور بيصير عنده هالارباح، هذا قليل جدا. بس لازمك جهد 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 واستمرار. لازمك تكون بتحب. اذا ما عم بتحب، يا ما بلشوا معي كثير يوتيوبرز بلشوا معي من لما بلشت انا، كلياتهم هلا اما تركوا اليوتيوب، اما وقفوا، اما عندهم قناتهم وعندها فيها 50,000 مشترك وموقفه، ما عم ينزلوا، بينزلوا مره في الشهر.
واليوتيوبرز يلي استمروا وحققوا صارت اليوتيوب مهنة. اليوتيوب تعتبر مهنة بس لازم تلتزم فيها وتحبها. اذا ما بتحبها والله ما حتعطيك ولا مليم. بس النقطة اللي لازم تركزوا عليها هي انه لا تخلوا يا جماعة الشهرة وكسب المصاري يخليكم تفقدوا نفسكم، لانه في كتير ناس في اليوتيوب شفتهم بعيوني فقدوا نفسهم كرمال الشهرة والمصاري الى اخره. في ناس بنات محجبات كانوا محجبات وبدون ذكر الاسماء حتعرفون، شالوا الحجاب كرمال ملايين المشاهدات وملايين السبسكرايبرز الى اخره، وصلوا لملايين المشاهدات، وصلوا لهي الشغلات، بس فقدوا نفسهم، فقدوا مبدأهم، فقدوا حجابهم، فقدوا الشيء اللي هم كانوا مآمنين فيه، فقدوه وشالوه كرمال انه يوصلوا لهالشيء. لانه ما حاكذب عليكم، في هذا الميدان، ميدان اليوتيوب مثل الميدان الفني، البنت المحجبة ما عندها حدود وما عندها فرص. يعني مثال، حتجيكي ماركة مكياج او مجلة او اي شيء، ما حتحب تحط المجلة في غلافها محجبة، دائما حتحب البنت اللي تصدر شعراتها وبتبين جسمها ولابسة قصير. فأغلب الناس اللي حتشوفوهم في العالم العربي في اليوتيوبرز الوجوه الإعلامية حتلاقوهم بنات غير محجبات، لأنهم ما بيختاروا المحجبات، الشركات ما بدها، لأنه أصلا الشركات بتكون أجنبية، فبيكون بدها واحدة غير محجبة. فلهيك البنات بيشيلوا الحجاب كرمال إنه يصير عندهم حدود أكتر ومصاري أكتر، زيادة على إنه لما بتكون شايلة الحجاب ومتعرية وملابس مثيرة وحركات أكيد بتجذب المتابعين كتير، هاي شغلة مفروغ منها. زيادة على انه بتصير ما بتمثل المجتمع العربي تبعنا، بتمثل المجتمع الغربي. فانا هالشي صراحة ضده، وانا ما عملت هيك. الحمد لله انتو عم تشوفوني انا محجبة ومحافظة على حجابي، ومستحيل ان شاء الله يروح اليوتيوب يروح اللي بده يروح، مستحيل اشيل حجابي مشان هالشي، مستحيل. شغلي اي شغل سواء اليوتيوب سواء برا غير اليوتيوب، مستحيل شيل حجابي ومبدئي كرمال هذا، كرمال هالشغل. هاي شغلة باشلت الحمد لله ومكملة، وحفاظا على الشيء اللي انا بآمن به وبمبادئي، لانه ما بدي افقد نفسي وما احس بالراحة مشان شغلة، لانه بالتالي شو هالحياة مشان تفقد نفسك مشان شغلة. وما عملت شيء ابدا بيخدش الحياة، ما عملت شيء بيمثل بلدي او بيمثل اسرتي بشي شغلة مو تمام. ليكو في كمان ناس بيقولوا لي انه المغرب ما عم بيتشرف فيكي او كذا لانك بتحكي لهجة. حبيبتي اللهجة مو هي التشريف، تشريف البلد هي انك تكوني انسانة محترمة، انسانة هيك يعني بتمثلي المجتمع العربي، المجتمع اللي انت عايشة فيه احسن تمثيل، مو انه تتعري وخلص تحكي مغربي فمعناته انه انت مثل مشرفة المغرب. يعني التشريف عندكم هو باللهجة؟ لا مو باللهجة، ممكن احكي انجليزي مو حتى اللغة العربية، ومشرفة المغرب احسن تشريف. والحمد لله هالشي بشهادة كتير ناس اللي انا بتشرف فيهم، كتير ناس من المجال الاعلامي اللي قالوا لي هاي الشهادة، وانا صراحة كتير بتشرف فيها. فيا في كمان شغلة بدي احكيها، انه ما اختلقت الفضائح. في يوتيوبرز يا جماعة عليكم شو بيعملوا، بتتفق هي وزوجها، وهي وزوجها متفقين، انه بده المصاري يعني، بتتفق هي وزوجها وبتفتح الكاميرا وبتقول لهم زوجي حيطلقني وطردني من البيت، وعم تبكي وبتمثل تمثيل واو يعني، وكل هاي الشغلات. وهي وزوجها بس تنزل فيديو بتضحك وبتقول له ليك شو عم يقولوا، انه نحن عم يتضحكوا. انا ما عملت هيك وما عم بختلق الفضائح، لانه اول شيء الفضائح سمعتي بتهمني، حتى لو حتى بدي اختلق هم الموجودين سمعتي بتهمني يا اخي. هي سمعتك لك بتضيع يعني، ما بتهمك سمعتك عشان المصاري يعني عن جد. فلازم السمعة تكون تمام، لازم انت تكون تمام، لازم تحافظ على مبدأك. ليكو في كمان ناس تانيين بيقلك انه هدول اللي بيبينوا حالهم انه واو، نحن ما بنعمل مقالب، نحن ما بنبين حياتنا الشخصية، لانه نحن انسان، لانه نحن ناس مو تافهة تمام، وبينزلوا فيديوهات النصائح وهيك. بعد كم شهر الفيوزات بينزلوا وبيقلبوها وبيعملوا مقالب وحياة شخصية. يا اخي انت ما عندك مبدأ مآمن فيه وبدك الناس تتابعك وتأثر فيهم، انت شو التأثير اللي عم تعطي للعالم؟ انت لازم تكون مؤثر، انت لازم تكون مؤثر، يعني انه مآمن بشغلة والناس عم يشوفوك، يعني مثل حسن، مو انه تحكي شيء اي مؤثر. انت مالك مؤثر، انت مالك انفلونسر لما بتعمل هيك. الحمد لله قناتي قناة متنوعة محترمة، بيحسن يشوفها الصغير والكبير، تقعد مع اهلك وانت عم تتابع. الحمد لله عم حط مقالب، ايه لانه المقالب جد عادي. انا متذكرة انه بيتنا بعيلتي انا وبابا بنعمل مقالب حتى قبل اليوتيوب، حتى قبل كل شيء، يعني انه قبل كل شيء انا صغيرة مقالب هيك ضحك مزح ما فيها شيء.
تعمل مقالب هيك مزاح، تحديات بينك وبين اختك، روح منافسه حلوه، عم ورجيكم حياتي لانكم تطلبوا انكم تشوفوا، عم ورجيكم كيف بعيش حياتي كانسانه الحمد لله عاديه طبيعيه، فعم ورجيكم وكل شيء متنوع، عم حط احيانا نصائح افادات الحمد لله، ووصلت للشيء اللي وصلت له الحمد لله، قربنا على المليون وهالشيء انا فخوره فيه، ورغم انه انا عارفه لو كنت شايل الحجاب وهيك حوصل اكثر من هيك، بس ما بدي، انا راضيه بالشيء اللي انا فيه وقانعه فيه والحمد لله، وبدي اثبت لكل البنات في العالم العربي انه فيكي توصلي وانت محترمه، فيكي توصلي وانت عم تشرفي بلدك وانت عم تشرفي المجتمع العربي والمجتمع الاسلامي بدون لا تشيلي وتصيري غربيه ومانك تمام مشان توصلي وتجيبي مصاري. فهي هي، واهم شيء انكم تكونوا قانوعين وراضين على حالكم، وما لازم تبيعوا نفسكم او تفقدوا نفسكم مشان شيء كيف ما كان في هاي الدنيا، كونوا انتو، خليكم انتو وبس. حكيت كتير، ما والله حكيت كتير، بس الكلام في القلب، وهالايام كتير عم يسألني عن هالموضوع وهيك، فقلت لا بدك شي ما تقعدي وتشرحي للعالم وتحكي لهم، واحكي لكم خلافي مع اليوتيوبرز والشغلات اللي هيك اللي انا مختلفة، يعني خلافي معاهم شغلات اللي انا ماني معاهم فيها، ويا بس في ايجابيات في هذا الميدان كمان، انه اكتسبت صداقات، ناس محترمين، ناس كتير انسانيين، ناس صاروا عيلتي، تعرفت على كتير ناس من مجتمع من مختلف العالم العربي، كتير شغلات. صحيح في سلبيات، انه كمان تعرضت لخيبات الامل من يوتيوبرز، كانوا يوتيوبرز انه هيك شفتهم في اليوتيوب مثلكم عم شوفوا في اليوتيوب، قول واو هذا انسان واو ومتفهم مع متابعينه، هيك لما بجي بحكي معاهم في الواقع بلاقيهم عم يكذبوا على المتابعين، يعني ما بيستاهلوا ابدا انه انكم تتابعوهم، بس بدون ذكر الاسماء يعني. هاي هي حبايب قلبي، اتمنى انه توصلكم رسالتي، وانا دائما حاضل زي ما هيك، اذا رجعتوا لفيديوهاتي السابقه حتلاقوا نفس هالحكي وهالحكي نفسه هلا، وهالحكي حيكون ب 2030 كمان نفس الشيء. اذا تغيرنا حنتغير الاحسن، مو نرجع للورا. وبس هاي هي حبايب قلبي، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. والله حكيت كتير، حتى والله هلا بدي اروح اشرب. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، في فيديوهات جايه جديده، في تغيرات جديده جايه، فترقبوا الجديد، وبشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. خليت لكم الراحه، سلامه.